السلام عليكم ورحمة الله. غثاء السيل، الغثاء يغث، إن غثيت ما غثه، الغث انحجاز مسار بسبب ازدحام، يعني مسار صار فيه زحمة 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 لين ما صارت الحركة فيه بطيئة. نفس اللي يقول أنا انغثيت من الأكل، يعني النفس الأكل والشرب، لما تأكل وتشرب تحس أنه مو قاعد يمشي من أنك انغثيت. كذلك لما الناس ينغثون من شيء يقولون والله هذا يعني غثني غث، هذا غثني يغثني يغثني غث، أنا انغثيت، بمعنى أن أحس أن الأمور مهي ماشية، ما في سلاسة، بعكس اللي يوصفون أنه دمه خفيف، تحس أنه في خفة في أريحية. فإذا ليش نصاب بشعور أن الدراسة غثيثة؟ نحس أنه والله الدراسة هذه والله أنها غثيثة، انغثيت، وشلون نخليها غير غثيثة؟ بالوقت، إذا ما كنت تتعامل ويا الوقت بصداقة بتصير عداوة غصب. هو الوقت هالشكل، الوقت ما عنده يوم مرحميني نهائيا، الوقت إذا أنت من صديقة أنت عدوة خلاص، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طيب أنا ما أبيك أنك أنت تقطع، أنا أبيك أنك أنت تصادقه، ما راح يكون سيف معك، راح يصير مثل الأريكة المريح، راح يدلعك حي، بس احسن علاقتك وياه. شلون؟ عندك مادة واحدة بس، بنركز احنا على مادة واحدة، استلمت كتابها خلاص، من اليوم اللي تستلم فيه هالكتاب إلى الاختبار النهائي، هل عدد الأيام يطابق عدد صفحات الكتاب؟ يعني الكتاب خلينا نقول 300 صفحة، فرضا الكتاب 300 صفحة، اختبارك النهائي مو اللي نص وصغير وكوز وما ادري شنو، لا لا نهائي نهائي، بعد 30 يوم ولا 60 يوم ولا بعد 90 يوم؟ بشكل معتاد انه يكون 90 يوم. تجي على الكتاب تلقى فيه صفحات مهمة، تلقى فيه صفحات غير مهمة، تلقى فيه اشياء مكررة، تلقى فيه اشياء غير مكررة، تلقى فيه اشياء مقررة وفي اشياء غير مقررة. اذا انت اول واهم خطوة حدد ما هو مهم، جمع التعريفات وروح على طول للخلاصة، اترك كل ما بينهما، روح للمقدمة وروح للخاتمة من كل فصل. هذا بس بالبداية، الحين بس بالبداية، مو معناته نترك كل شيء، لا البداية بس. فكل يوم ادرس لهذه المادة بذكاء 10 دقائق فقط لا غير. أول 5 دقائق تراجع وتخطط، تخطط أنا شنو أدرس، إيه هذه المعلومة كذا، إيه كذا كذا كذا، تفاهم ويا الكتاب، تفاهم وياه، تفاهم وياه، تفاهم وياه، لين ما تقول حق نفسك والله أنا اليوم أشوف أن هذا المفروض أنا أذاكره. عط نفسك 5 دقائق فيه بس، درست ثاني يوم أنت على نفس الشاكلة، شي يصير معك؟ عطلة، ما في عطلة، يوميا أنت دارس دارس. هذه مادة، أنت مثلا الحين عندك 4 مواد يعني 40 دقيقة، عندك 5 مواد يعني 50 دقيقة، عندك 6 مواد يعني ساعة، يعني تدرس ساعة باليوم يوميا، حلوة هذه. ولا مثلا عليك 8 مواد وهل مجرة، فالمادة الواحدة تعطيها 10 دقائق بالضبط، وكل ما تروح للصف حضر حضر، لا تخلي تحضيرك انك تدرس كل شيء في الكتاب ولا تقول خلاص ماني محضر، لا، التحضير ترى ما ياخذ منك 3 دقائق حتى، تحضر انك تقول بكرة احنا راح ندرس عن كذا، خلاص شفت ال10 دقائق هذه دراسة، خلهم 7 و3 منهم تحضير، خل مرة منهم 2 مراجعة، 3 تحضير، الباقي 5 بس قراءة. هالشكل كل مرة قسمها، رتبها، سنعها،
خلي العشر دقائق هذه انت مطلع فائدتهم، تقول والله اليوم انا احتاج اني اراجع بس، ها مو تخليها عشر دقائق كاملين مراجعه بس هالشكل، انت ما تقدمت، لا اروح 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 اروح، هوب اسبوع قال لك الاستاذ فيه خلاص، شفتوا هذا الاسبوع ترى هذا الاسبوع راح يكون فيه اختبار، مثلا راح يكون فيه اختبار يوم الاثنين، الاسبوع القادم يوم الاثنين اختبار، هذه الماده اللي عرفت توقيت اختبارها خلاص خلي الدراسه فيها يوميا 20 دقيقه، الباقيين 10 دقائق، بحيث انه باقي على اختبارك اللي ما هو نهائي الاختبار، يعني اللي يكون في المنتصف هذا، انت تدرس هذه ماده 20 دقيقه 20 دقيقه 20 دقيقه 20 دقيقه، شو يصير معك؟ مع رصيد معلوماتك القديمه والحاليه الا انت مهيئ للاختبار تماما، تيجي يوم الاختبار ما تحتاج انك انت تدرس ساعتين، خلاص كل اللي تسويه تراجع لان درسته وخلصت، والمواد الثانيه هم تستمر فيها تستمر فيها تستمر فيها تستمر فيها. تدري ايش يصير معك؟ ثلاثه اشياء. اول شيء كل يوم عن يوم لجيت تدرس هذه الماده ما تحتاج تصرف بنزين اراده كثير. شفت بنزين الاراده؟ وقود الاراده مالك، بنزين الاراده مالك هذا ما تصرف منه كثير كل يوم. ليه؟ لان تعودت على سالفه الماده. انت تاقلمت على الماده، تناغمت مع الماده، خلاص. انت عرفت سالفتها، انت اندمجت فيها، اندمجت في موضوع السالفه، انتهى. انت اندمجت في سالفه الماده. فيوم عن يوم تصير عليك اسهل. وراح تستقبل معلوماتها اسرع لان انت عندك رصيد كبير منها يمغنط لك السالفه الجديده فيها. بمعنى شلون الحين اقول لك واحد شاف من المسلسل 29 حلقه وراها اتى للحلقه الاخيره 30، اول ما يشوف الحلقه الاخيره 30 بيفهم كل شيء فيها؟ اكيد، لان صار له 29 حلقه عارف هذا ابو فلان وهذه اللي تزوجت الغني وراها هو طلقها وبعدها هي تزوجت عدوه مثلا وهلو مجرة، إلا تعرف هذا اللي سرق من ذاك وهذا اللي عليه دين، عارف الأحداث كلها. ترى نفس الشيء هو الفهم للمادة، إذا أنت عارف المادة هذا تتكلم عن شنو، شنو الأحداث اللي في المادة نفسها في المنهج نفسه خلاص تستوعبها بسرعة. شلون الحين أقول لك أعظم بروفيسور في الكيمياء فجأة تعطيه درس جديد بحياته في الكيمياء أول مرة بحياته يتعرف عليه، بيفهمه بسرعة؟ بيفهم بسرعه حيل لانه هو فاهم كل اللي حواليه. فهذا اللي انت لازم تسوي. شو تصير معك؟ تصير معك الماده ما هي غثيثه، هذا واحد. اثنين، انت تفرح ان لما تروح للحصه او المحاضره باستمرار انت تقول انا والله فاهم على الاستاذ شنو قال، يعطيك واجب الا تحل بسرعه، انت راح الماده تصير عليك اسهل وراح تمتعك وتندمج فيها اكثر. بتقول الله اندمج الماده، والله تندمج وتستمتع لما تكون مؤطره زمنيا، بس لما تخلي السالفه مفتوحه تزهق. يعني مثلا تقول يلا انا اليوم رديت البيت من المدرسه او الجامعه، ما ادري متى ادرس، ما ادري متى اكل، ما ادري متى اشوف مسلسل، ما ادري متى اشوف مباراه، ما ادري. كل شيء راح يصير ممل وغثيث، الشيء الجاد راح يصير غثيث والشيء الممتع راح يصير ممل، لان انت ما اضطرته بوقت فما تحس بنكهته. وبعدين لما يرن الجرس 20 دقيقه في ايام الامتحانات او 10 دقائق خلاص امنع نفسك، يعني امنع نفسك من الدراسه. لرن الجرس امنع نفسك منعا عن الدراسه، نفسك راح تقول بس باقي صفحة، بس باقي هذا، بس لا على طول سكر خلاص. تدري ليش؟ لأن رغبتك هذه في الدراسة هذه اللي أنت تستخدمها لليوم القادم، تقول إيه يلا خلني برد قلبي، أمس أنا ميت أبي الصفحة هذه الصغيرة يلا، إلا لقيت عمرك أنت اللي مشتاق لها. فاللي بيصير يزداد شوقك للمادة. اثنين، المادة أنت راح تمغنط معلوماتها، مخك راح يمغنط المعلومات مغناطة بيجذبها،
النقطة الثالثة، وفي فوائد كثيرة ما تخلص، بس الحين أختم بالنقطة الثالثة والأخيرة اللي هي أهم شيء أهم شيء أهم شيء، راح يذوب منك شكك بنفسك وتزيد ثقتك بنفسك كثيرا. تثق أنت في نفسك وتقول لنفسك نعم هذه المادة أنا فهمتها، وأنا يوم عن يوم قاعد أفهمها، وبالتالي أنا واثق بنفسي. يعني ثقة وراحة ونتيجة. نصيحة يا أبنائي، طبقوها طبقوها. نصيحة نصيحة طبقوها. أنا لما طبقتها في دراستي الحمد لله تخرجت وأنا الحين موظف ومرتاح وكل شيء تمام، وأنا أدرس أشوف كل زملائي بكل اختبار عرقهم يصب وحالتهم حالة، أنا أجي قاعة الاختبار رجل على رجل مرتاح، أجي للفصل وأنا مرتاح، والدكتور في الجامعة يعاملني كأني زميلة أسولف معاه في المادة بفهم كامل، وزملائي يقولوا لي أنت كل يوم كم تدرس كم ساعة تدرس، أقولهم 10 دقائق يضحكون، أقولهم 10 دقائق وأنا مسافر عندي 4 مواد مسجلهم في الجامعة، وأنا مسافر بالطيارة وياي بالفندق وياي بالطيارة وأنا راد بلدي هم وياي، الرحلة طويلة فخلاص أستفيد منها لأن بعد لا رديت أكون تعبان فأخلص وأنا بالطيارة وأنا مرتاح. والله إنها فادتني. شكرا لحسن الاستماع، وإذا فاتكم المقطع اكتبوا بالتعليقات يعني اللي بخاطركم، ونفس الوقت اكتبوا بالتعليقات اللي بخاطركم، بنفس الوقت شاركوا المحتوى لمن ترونه محتاجا. وشكرا لحسن الاستماع، لا تنسون الاشتراك والإعجاب والتعليق الإيجابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.